رسائل المياه، رسائل المياه مع مي الشفعي. أعزائي المستمعين، وتتواصل رسائل المياه. الرسالة اليوم تقول: أحمل لكم بشائر خير مبكرة، والبداية بمرتفعات سانت كاترين التي شهدت منذ أيام قليلة بشائر خير من المياه. إنها بشائر حقا، ونسميها السيول، سيول مبكرة على سانت كاترين. تقول لنا المياه: السيول بشائر خير إذا استفدتم منها وحافظتم عليها ولا تهدروا نقطة ماء واحدة منها، فماذا أنتم فاعلون؟ ويتلقف الرسالة الآن الدكتور أسامة الظاهر، وهو خبير في هذا المجال، وهو أيضا رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الموارد المائية والري. دكتور أسامة الظاهر، كيف تجيب على رسالة المياه فيما يتعلق بالسيول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واجعلنا من الماء كل شيء حي. يمكن زي ما حضرتك قلتي، البشائر مبكرة نذير خير إن شاء الله، وبشارات طيبة لنا جميعا. نأمل إن شاء الله أنها تستمر بدون حدوث أي خسائر. ما حدث اليومين السابقين في كاترين هي بداية، وبيدينا رسائل كده ان في موجة من الامطار قد تصل وتمتد الى حد السيول على عدد من المحافظات المعرضة لاخطار السيول بمصر. بدأت بسانت كاترين محافظة جنوب سيناء بكميات استوعبتها عدد من البحيرات الجبلية اللي نفذتها الوزارة، بلغت في مجملها نحو 20,000 متر مكعب. يمكن الرقم ما هوش كبير مقارنة بكميات أمطار اللي قد تسقط على بعض المناطق، لكنها بالنسبة لأهالينا وإخواتنا في جنوب سيناء وهذه المناطق هي بمثابة طوق نجاة، وبالنسبة لهم نواة للتنمية المستدامة واستخداماتها في كافة مناحي الحياة. 20,000 متر مكعب مياه التي سقطت على سانت كاترين منذ أيام قليلة، طبعا كما تقول كان هناك استعداد من خلال مشروعات. طبيعة هذه المشروعات هي بحيرات صناعية، هي سدود مر. شوفي حضرتك، يمكن الدولة تنبهت من خلال كافة أجهزتها المعنية لملف السيول، ورصدت في سبيل ذلك استثمارات ضخمة جدا. الدولة عملت خطة، والرئيس وجه بوضع كافة إمكانيات الدولة لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول. يمكن شبه جزيرة سيناء وبالأخص جنوب سيناء من المحافظات اللي احنا حطيناها نصب عيوننا في تنفيذ أعمال الحماية. كاترين إحداها، نويبع، دهب، طابة، تنفذت أعمال حماية خلال السنوات الماضية بمبالغ نهزت المليار جنيه. بتتنوع أعمال الحماية طبقا لطبيعة المنطقة والحاجة من تنفيذ هذه الأعمال. كاترين بننفذ فيها بحيرات صناعية وبحيرات جبلية. الهدف من هذه البحيرات هي استقطاب أكبر كم ممكن من المياه. بعض المناطق الأخرى بننفذ فيها سدود تخزينية وسدود إعاقة. المياه لما بتنزل بسرعات جارفة، بيزيد من هذه السرعات طبيعة التربة وطبيعة وطبوغرافية الأرض. طبعا في جبال، فهي بتنزل بسرعة كبيرة من أعالي الجبال، انحدار الجبال شديد، ولا سيما كمان لو كانت الأرض النفاذية بتاعتها قليلة، فبيتحول أو بتتحول هذه الأمطار لجريان سطحي شديد جدا، ممكن بيشيل معاه الأخضر واليابس. وبالتالي بنعمل سدود إعاقة بتعمل تشتيت للطاقة بتاعت المياه، بتحد من سرعة حركتها، بتحد، وفي نفس الوقت بتبقى منشآت توجيه أخرى زي حواجز توجيه وقنوات صناعية، بحيث ان احنا نضمن بتصريف آمن لهذه الكميات للمسارات بتاعتها.
استقطبنا ما يمكن استقطابه في البحيرات، جمعنا ما يمكن تجميعه من مياه أمام السدود التخزينية وسدود العاقة، ما يزيد عن هذه القدرات التخزينية بيتم توجيهه بصورة آمنة بعيد عن النقاط الاستراتيجية للبحر الأحمر أو خليج العقبة عن جنوب سيناء أتحدث. بالنسبة لمحافظات الصعيد، المياه احنا بنوجهها بطريقة آمنة لنهر النيل. زي ما حضرتك عارفة ان سلسلة جبال البحر الأحمر بيحضها شرق البحر الأحمر وغربا النيل، ما بين النيل وما بين سلسلة جبال البحر الأحمر بتقع محافظات الصعيد، فأسيوط وأسوان بالذات كانت بتكون حركة. أسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان وبني سويف والجيدة، وعندنا عدد من المخرجات الصناعية والأودية الطبيعية اللي بنستهدفها بمنشآت الحماية اللي حضرتك تفضلت ليه. بننفس حاليا خلال هذه السنة، وخلينا نتكلم بقى بلغة الماليين، بننفذ في العام المالي 17-18 أعمال حماية بتستهدف سيناء، البحر الأحمر، بني سويف، القاهرة، الجيزة، أسيوط، أسوان، المنيا، سوهاج، هنا بإجمالي استثمارات بلغت في مجملها 1,083,000,000 جنيه. بتتنوع هذه المنشآت ما بين سدود تخزينية وبحيرات وخزانات أرضية. ومعذرة نسيت مطروح، لأن مطروح من المحافظات اللي احنا بنستهدفها بنوع خاص من منشآت حصاد الأمطار وهي الخزانات الأرضية. خزانات أرضية مطروح لها طبيعة خاصة، الأرض بتاعتها منبسطة بشوية الأمطار اللي بتنزل بنستقطبهم في خزانات أرضية، ودي بتبقى حاجة طيبة جدا جدا بالنسبة للمحافظة. يمكن بنستهدف في مطروح بعدها أكتر من 100 خزان أرضي بتكلفة حوالي 10,000,000 جنيه. زي ما قلت لحضرتك إن منشآت الحماية بتتنوع ما بين بحيرات صناعية وسدود وحوائط توجيه وبعض المنشآت الداعمة لمنظومة حماية متكاملة. بستهدف حصاد كميات مياه، ودي مهمة جدا بالنسبة للناس، حوالي 55,000,000 متر مكعب. 55,000,000 متر مكعب دي الخطة اللي أنا بعملها دلوقتي، لكن أنا كمان بستهدف خطة أخرى بنفذها أو بستهدفها لحد عام 2020. بستهدف أعمال في محافظات طي البحر الأحمر وجنوب سيناء فقط ب2.1 مليار جنيه، وأعمال أخرى في محافظات أسوان والأقصر وإنا وأسيوط والمنيا والجيزة بنحو 850,000,000 جنيه. إجمالي هذه الأعمال يصل إلى 3 مليار جنيه. فإحنا بنتكلم على إجمالي حجم حماية مستهدفة خلال السنتين القادمتين حوالي 3 مليار جنيه، بالإضافة ل1.1 اللي إحنا بنتكلم بيبقى دي 4، نفذنا بأكتر من 1 مليار كمان، دي حوالي 5. بنتكلم على مشروعات أعمال حماية شاطئية، أيوة الشواطئ أيضا مرتفع سطح البحر بالظبط، ونفذنا أعمال خطة عاجلة في إسكندرية والبحيرة، دي 1,000,000,000 جنيه. إحنا بنتكلم على خطة تصل لحوالي 10 مليار جنيه. فلما 10 مليار جنيه خلال 4-5 سنين فده مبالغ ضخمة جدا. دكتور أسامة الظاهر، طبعا مسألة السيول، مسألة الأمطار الغزيرة في ظل التغيرات المناخية، هناك تغير في أنماط هذه الأمطار، هناك تغير في أماكن السقوط، إلى أي مدى بيكون هناك جهد في متابعة دقيقة مستحدثة دائما حول مناطق السيول ومناطق الأمطار، وحتى تكون الاستعدادات يعني مواكبة لأي تغيرات تحدث في هذا الإطار، والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية مثلا؟ شوفي حضرتك، أهم ما ينجح هذا الملف هو التنسيق المباشر واللصيق مع كافة الجهات المعنية. مفيش جهة اسمها هي المسؤولة الوحيدة عن ملف المياه، كلنا مسؤولين عن ملف المياه، ومن هنا بيضاد التنسيق. في غرف لا مركزية على مستوى كل محافظات مصر، في مكاتب السادة المحافظين والإدارات المياه التابعة للوزارة، ومش بقول إدارات مياه جوفية بس وتوسع، لا ده كمان إدارات الري، عشان لما ينزل أمطار بنبدأ نخفض التصرفات اللي بنطلقها خلف السد العالي بما يتواكب مع هذه الأمطار، وأفضي سعة في المجاري المائية بتاعتي إنها تستوعب أي كميات. محطات الرفع بتاعتي لازم تبقى جاهزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي
كافه الاجهزه بتبقى على اعلى درجات الاستعداد، المحطات بتاعتي، وبعدين بنخفض بقى مياه الشرب عشان ادي مساحه لكميات المياه اللي هتسقط لو هتنزل امطار. عندي خوفه مركزيه الكترونيه بتضم بقى كافه جهات الدوله، ممثل فيها حتى رئيس الوزراء ممثل في هذه الغرفة، وعدد من الوزراء المعنيين، وزير الموارد المائية والري، وزير التنمية المحلية، كافة السادة المحافظين وسكرتير عموم المحافظات والجهات التنفيذية والرقابية. الأجمل من كده معانا الدكتور أحمد عبد العال مشرفنا كرئيس هيئة السد الأرصاد اللي موجود عندنا، مركز التنبؤ بالفيضان بيضخ خرائط للتنبؤ بالأمطار قبل الحدث ب 72 ساعة. احنا عندنا اي كمية دلوقتي من الامطار مهما كانت بسيطة يعني بنديها الاهتمام الكبير، لان دي نقطة مهمة برضو احب اركز عليها، لان معدل الهطول وان كان صغير في منطقة معينة درجة حرارتها مش عالية واراضي شديدة الوعورة وارض نفاذيتها مش عالية ممكن تسبب لي امطار تصل لحد السيول، في حين ان بعض المناطق ممكن تتعرض لكميات او معدلات هطول اعلى ولكن درجة الحرارة بتاعتها ممكن تتبخر قبل ما تنزل، ولو نزل منها ينزل على ارض منبسطة النفاذية بتاعتها عالية يستوعبها الخزان الجوفي بتاعي يبقى مفيش خطورة منها. فإذا احنا بنتعامل على حد سواء مع كميات المياه مهما بلغت حجمها، في تمركز، في مناورات وسيناريوهات للأزمة بنعملها كل شوية بالتعاون مع كافة الأجهزة، بنتأكد من جاهزية معداتنا وجاهزية الأفراد، دايما عندنا دليل للتعامل مع السيول بنحدثه كل سنة، هي الإجراءات المطلوبة، تطهير مخراتي والأودية ومراجعة المنشآت بتاعتي، السدود اللي شالت كميات من الأمطار في المواسم السابقة لازم أنا أحطها في خط الصيانة، ورفع الإطماعات اللي بقت قدام هذه السدود لرفع كفائتها وقدرتها على استقبال الأمطار أي كميات إضافية. دكتور أسامة الظاهر الخبير في مجال السيول ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الموارد المائية والري، هل تطمئن المياه إلى أن الإجراءات كافية حتى الآن لعدم إهدار أي نقطة ماء، ورسالة إلينا نحن؟ بالنسبة للمياه كل ما هنطبق أو كل الإجراءات اللي بنطبقها في مجال ترشيد المياه لو طبقناها وبالفعل كل مواطن بقى له دور في هذه الخطة إن شاء الله هنعدي إلى بر الأمان، وإحنا لازلنا أفضل من غيرنا كتير جدا جدا جدا، بس بشرط وحط تحتيها كذا خط بالحفاظ على هذه النعمة وعدم الإسراف في استخدامها. رسالة لنا كلنا، المياه نعمة، نعمة وشكر النعمة بحسن استخدامها وليس إسراف في استخدام هذه النعمة، وإن شاء الله الرسالة تصل. كنتم مع رسائل المياه، رسائل المياه، مي الشافعي. هنا القاهرة.